السلام عليكم. ازول طحب غزاوي ما مربداكي جن حلقات جديده كيدين الشيماء. اواني اخر مره وقبل يضغط قح الجاليه المغربيه غهما النص نصدغ المركب وحمايه نسقسخ الرواج التجاره والاغلبيه نن بالليا الرواج ويتيري الا يك الجاليه خميني تزداني تاني ورخو وكتعافي وين نرعيد ويك القدوم الجاليه المغربيه نغ نعقب دغ نفسها مشان حمايه نسقسى التجار ما تبدل الوضعيه للاحسن نغي قيم مشتوغات وحمايه سنماره ميدان غنان قيمت كين غرانكا. الله يبارك الله فيك. الحمد لله. هو اني اخر مره نزلت تيغ المركب وغاد عقب نسحب الخارج والاغلبيه انا نايب لي الرواج يموت رخويا كوع عقب نسل ما ديني شويه التحسن. لا خو الحمد لله اللهم لك الحمد. خو الحمد لله على الرواج مخيار خو ماري ودان سواقان صحاب الخارج قاين دار بعثوا تاع واحد مره باش الحمد لله ما يوقعش ولا الرواج ينض نهار الحمد لله اللهم لك الحمد وقابوا والو وقع يعني فعلا و... الجاليه تيراج الدور ذا والله يبدي واه الجاليه المغربيه تيراج الدور الصباح زعما قني هنا هنا خيب لنا كل شيء الجاليه خيب لنا كل شيء. شي نتمنى ان شاء الله تكون مبارك مره ان شاء الله بصحة ولهنا صحاب الخارج ان شاء الله هندي سوضع بعلى خارج ني جندي ني ني جندي ان شاء الله هني ياكو حاب بعلى خارج ان شاء الله. ايوا ضروري غادي يحسن شويه تحسن مني غاتو غادي صحاب الخارج الحمد لله واخا يا مناك حن صحاب الخارج قال الرواج ني عادي هو هكذا الفيروس 19 كورونا تاع الزامين ما غاين التجاره زيد طف طازيد. مش نقارن نرخو ضابيك شويه قبل قبل يتغع قبل تبدل الحركه. لا ضروري تبدل شويه الحركه بورك قال لي ماني تنقتك شويه مع الرواج قال الحمد لله بان كيسني تعيشها احسن زيني نغدا واحد نغواها الحمد لله ولني رخا عاوتاني بالنسبه يوداني دوسين تواصلني جن ثمان اوترو رخو تافني جن ثمان اوترو الحمد لله شويه تحسن احسن زي قبر النظاي بدر شويه ترى ميتا تسحب الجليه رخو شنو تعجبان غير حاره طاسي خص الطاق واحد نبدا باش طاوجن المغرب طاوجن عارف النظا شينا هذه انت هذه المنطقه نعرف بالخصوص نتاع وجهك تصاك سحاب الخارج وهذا بوزع ما شان حاجه نغني تو غدا مريتش خمريتش تبلع ايوا ان شاء الله انت طلبتنا زعما زي المسؤولين عاود راني هنا بدنا بدنا شويه الحركه ذاني تاذي النظار شويه المعامل ما ياخذ مني وذانا فهمت عام وان عام والله الا مزيان دابا في الساعه والله الا مخير وقسم بالله انا مخير دابا ملي جاو صحاب الجاليه والله الا مخير الحمد لله هما اللي كيروجوا لنا الله يبتي الله يعمر لهم الدار صحاب الخارج صراحه الله صراحه الله يعمر لهم الدار صحاب الخارج بلا بلا بهم هما ما غادي نكونوش حنايا هنا في المغرب الحمد لله يبدا 13 شمينه ايزال الحمد لله روج مليح كلشي حرك يبدا 90% يبدا الحركه الحمد لله زكوا ضاوحا يعني يبدل شجاعات تنوض الحمد لله يعني مليح الخطوه ديال المركب وتجي ماني صرات عاد الحمد لله جنا رواج مليح الحمد لله الجاليه وحند مليح نشري نجو ما شاء الله يعني مليح هي وديوا بسم الله الرحمن الرحيم قبل كل شيء يعني جميع الانسان والانسان تتمنى سن عيد مبارك سعيد بالنسبه يا الرواج من دم غينيغ بالنسبه يا الرواج يعني الجاليه المغربيه وتجبو من الاعوام الماضيه قبل كورونا فهمت ذي غالبا تيحبوا ونقارس الشين فهمت يعني وخا صحاب الخارج دقني ماذا من ينقص 70 80 100 غالبا صحاب الخارج يعني مثلا اروان عيد غيري شنو هو الروج شويت شوف بالنسبه نش كي محمد السلومي الامبراطور السوق المركب يعني زيت مزين نغداني تفهم ازاي هذا مني غير الروج صحاب الخارج مش تغترين قبر زعما هذا تفدي يعني مني غتبدل فهمت ازاي غير خو صحاب الخارج تيحبوها فهمت ازاي بتو هذا مني يعني تقدر تزيد مليون مليون 500 نا خو قد تعافي وين مرات غادي يخفن 5000 درهم فهمت ازاي الروج ينقص ينقص واخا ينقص شي حاجه انت حباوها يعني هذا من غير كاع شنو الفتره 30 دي 180 نيوا فهم ذي بالنسبه يعني تا وانت مساكين كاع حوري ذوينات فهم ذي ماشي وانت ذني طسني ونقن على حسب الثمن ما الثمن دوني ما يغرى ما ينقص ما مش قاصني سحاب الخارج سحاب النظار المغرب بصفه عامه مرحبا بكم المركب مش تغط تسلم قبر قوي قيمشا يعني دقني الثمن شمثني وذان كذا دقني وي قيمشا الحمد لله غنقضي وذان قنع نواها ما زاي وجبد نقنع طلبي وذان داس نعاد كتا ان شاء الله وكل شيء ديري مليح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شكرا لتسعفك اش محفظ لا والو بالنسبه لحولي هو طالع ولكن بالنسبه لت بحال كني اللعبه وداك الشيء الكسوه مزيان مزيان ويجيو الكسوه غير يجيو مرحبا بهم مرحبا بهم مرحبا بهم شكرا بزاف والله الا مرحبا بهم الله يبارك في اختي شكرا بارك الله فيك الله يرحمك
نسنقش عاد نمشي والله فين هوان عاد كيما يمشي تمشي تصوف غدا الطاسي خصها تقد بخي الصباح امامي مشتاريه ما يطفل الكليان يعني يطفل الكليان هو يعني لوجيست التجاره يعني الجاليه غاص الدور حتى تبدا به ضروري غاسش الدور نقرا الطاس وجيد غاش نضوض نقرا عاد الطاس عاد اي ملي سنغتي ندير المناسبه نلعب مقران والله الا الحمد لله نفاح نشمي داك وحالك خايد من دافا مليان غتصق مون زريج نجو ما شاء الله يعني نجو فاميليا ثمون يعني نجو الصباح نمشي نفاح الطاس والله الحمد لله بارك الله فيك اخو مليح الحمد لله يعني التجاره تحسن الحمد لله يعني البركه موجود كلشي ما تخسرش يعني الجاليه ديني جن الدور غاسي جن الدور زاديس الحمد لله كيسني يعني كيسني البركه الصراحه الاثمن مناسب تمام ثمن مناسب يعني غدا سن ضروري قالخو اني كيسن الثمن الصباح ثمن امسح ثمات يعني ديش دروك عيطكم اولا ثمن هلا ايوا معنيين لا ضروري العجبه غير حقه كيسني على الروج الصراحه الله ينورك عافاك بارك الله وبالنسبه لصحاب الخارج من دام غيني قال اقتصاد النظر كيسني تجا فهمتني غير لا يعني ما تغاد النظر سنين فاس السن يشوفوا سد مريت يشوفوا صحاب الخارج يعني هني طاوج انت مدينه كلشي خدم كيسن كلشي دوني صحاب الخارج غاسني المكانه تم قرنت منطقة الريف اجمعين غنخدم صحاب الخارج منطقة الريف كلشي ذي قيمته وريد كلشي ذي قيمة خيانطة هذا مكان عيد مبارك جميع يوذن لي صحاب الخارج ريثا وانتمواث نتمنى يوذن ذك سنمي قوى صدمي حضايا زقور نسن ويدومي والو ذي الدنيا والسلام عليكم.